نستضيف الدكتور الكبير الفاهم العلامة العامر بالفهامة الرجل العظيم بارك الله فيك. نعم الأستاذ مصطفى النهيري. الأستاذ مصطفى النهيري. نعم. تفضل سيدي. السلام عليكم، شكرا على التقديم. أنا فوق الدكتور، أنا تلامذتي الذين درسوا كتبي كلهم أساتذة جامعون دكاترة، تطرق إلى كتبي الدكتور غالي الشكري، الدكتور طيب تيزيني من سوريا، الدكتورة نوال السعداوي معروفة جدا، الدكتور علي زعيور بسيكياتر، وعلاواتنا على باقي اللي عدت كتب في الأدب والإنسانية والفلسفية، الأستاذ مصطفى النهيري كاتب عربي مغربي ابن المدينة القديمة، اعتز بانتمائي إلى المدينة القديمة لأننا أعطينا الأستاذ الكبير موسيقار أحمد البيضاوي، وأمل من أصحاب الجماعة الحضارية أن ينسبوا مسرح النور للأستاذ أحمد البيضاوي، أستاذ بكل من على معنى الكلمة، أتقن الحال قصائد عربية كبرى لابن زيدون، ولم يلحن إلا أغاني إلا قصائد عربية مع بعض الأغاني باللغة المصرية نظرا لطرب اللغة المصرية. طلب مني الأستاذ رأيي في رمضان، أنا شخصيا لا أجد مبررين ولا مسوغا لهذا الشهر رمضان، ما معنى أن تصوم كي تشعر بمغاصي ومسغبة وجوع الآخرين؟ ملايين في أفريقيا السوداء منذ مئات السنين وفي بنغلاديش وفي الهند يتدورون جوعا، هل يكفيهم صومي أنا أو صيامي أو صيامك أنت أو المسلمون الهنود حينما يصومون هل ينفسون عن جوع إخوانهم الهنود أو الباكستان بالغرب؟ طوفان من البشر لا قيمة له إلا بالعلم والمال. أما السفيف صوم قم بصيام كي تشعر به، من يشعر بك؟ أهلك لن يشعر بك، يعرفك لا يؤمن أحدكم إن بات شبعانا وجاره جائع، هذا يحدث منذ آلاف سنين ولا أحد ينتبه الآخر. الصيام أعتبره مثل رياضة بدنية نفسية، أما إدفاء صدقة اجتماعية وأخلاقية هذا كله من باب لغو الكلام لا غير. تحب أخاك أعينه بالمال، تشفق على الضعفاء والمحتاجين والفقراء والمساكين أقيم، ولكن إذا أعطيتهم المصروف غادي يبداو يتاكلوا عليك. البشر كسول خنوع جبال لا يهم إلا مصلحته، إن وفرت له المال باستمرار تمد في غيه وهجر العلم والتعلم. لا حل للعرب والمسلمين لا بصلاة ولا بدعاء ولا بابتهالات ولا بتوسلات، كل لغو الكلام إلا بالعلم كما فعل المجرمون اليهود الذين شوهوا سمعة العرب والمسلمين واستبدوا، لأنهم يصنعون السلاح ويبيعونه لألمانيا. نعم المجرمون اليهود العنصريون، أنا أتذكر صدق الناشد مسلم صدق الله إلى غاية سينات بالأمس كنت أقرأ كتاب لأحد يهود مجرمين صهاينة فيكتور مالكا، يذكر أن في 1940 كان 70,000 يهودي في الدار البيضاء، 70,000 يهودي، 15,000 منهم معاقون أميون يتسولون، 70,000 يهودي في الدار البيضاء، 20,000 منهم أميون معاقون معطلون متسولون. دابا تعلموا ماذا تقول في القضية الفلسطينية؟ فلسطين ماذا؟ أنا أنزف دما، لو كنت أبكي غير المدامع لهرقت دمعا من الدم لما استبداد المجرمين بمؤازرة العنصريين الأمريكيين والغرب، يصنعون السلاح يجربونه فينا، نحن لا نصنع سلاح، سنصنع تسولات والأذكار ماذا تقول لأمريكا وللغرب؟ شعب متجبر عدواني ديدنه محاربة الشعوب وقهرها، هذا هو ديدن الأمريكان، ويعطون الدرس العدواني للمجرمين اليهود
أقول لهم هنا العرب يريدون فقط استرجاع أراضيهم، فلماذا هذا الاعتداء؟ العرب يريدون فقط استرجاع حفظك الله استرجاع أراضيهم، فلماذا هذا الاعتداء عليهم؟ لا يريدون أن يتعلموا ويتطوروا كما تعلمتم، لماذا هذا الاعتداء؟ لأن هنالك روح عنصرية يهودية غربية، شكرا جزيلا، شكرا حفظكم الله، روح عنصرية يهودية أمريكية تريد قهر العرب وقد انتصروا عليهم. ماذا تقول حكومة المغرب والحكومات العربية في قضية فلسطين؟ نعم، كل الأنظمة العربية من صعيد الجيش عن طريق الجيش دمرت نهائيا في حرب 5 يونيو 1967، وأطلق عليها في وسائل الإعلام العالمية لا غير دو سيجور، انتحر هزم انتحرت الجيوش العربية في حرب 6 أيام 1965. لن تقوم القائمة للجيوش العربية مطلقا ما لم يستعدوا بسلاح الحرقة مما يفتكره اليهود المجرمون العنصريون، وهذا من قبيل المستحيل. رسالتك للمسلمين في فلسطين. 67 انتهت العسكرية، انتهوا العرب عسكريا، الآن يتوسلون باليهود الأمريكان ليفكوا لهم جهة. انتهى العرب وعسكريين 67 في حرب 6 أيام. الخزي للمجرمين اليهود الأعداء العنصريون العنصريين الخرافيين المستبدين الجينوسيدير، ولأدنى بهم من يشاركون في الداخل أعداء العرب، تعرفون منهم أعداء العرب مغربا ومشرقا، والعز للعرب دائما وأبدا، والخزي لأعداء العرب في كل زمان ومكان. السلام عليكم.